التحليلية من الميادين. جيش الاحتلال يكثف قصفه لمناطق شمال قطاع غزة تزامنا مع اشتباكات ضارية مع المقاومة جنوبا. لماذا اشتعلت محاور الشمال مجددا؟ مخيم طول كرم يلملم أثار العدوان الإسرائيلي، والاحتلال يمنع الآلاف من الصلاة في المسجد الأقصى. هل تدفع تل أبيب الوضع في الضفة نحو الانفجار؟ في وثيقة اليوم، بلومبرغ تكشف عن اقتراح لغزة ما بعد الحرب قدمته 5 دول عربية. ما مضامينه وآفاقه بعد أكثر من 100 يوم من الحرب؟ شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي في سويسرا، وبعد جنوب أفريقيا تشيلي والمكسيك تتحركان ضد الحرب في غزة على جبهة الجنائية الدولية. أي تحديات أمام محاسبة تل أبيب دوليا؟ في اليوم الخامس بعد 100 للعدوان على غزة، أضاف الاحتلال مجازر جديدة إلى سجل جرائمه. القصف الإسرائيلي تكثف اليوم شمال غزة إضافة إلى مناطق الجنوب، حيث تدور اشتباكات ضارية مع المقاومة الفلسطينية. كتائب القسام أوقعت 5 قتلى في صفوف قوة إسرائيلية شرقي خان يونس، كما أعلنت سرايا القدس خوضها اشتباكات ضارية مع الاحتلال شرق المدينة واستهدافها قوات الاحتلال في البريج وجباليا والمغازي. كذلك أعلنت كتائب شهداء الأقصى خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال شرق مدينة غزة. رامي مصلح معتقل سابق من غزة يروي للميادين تفاصيل اعتقاله وأساليب التعذيب التي يمارسها الاحتلال بحق أسرى قطاع غزة. أحمد غانم والتفاصيل. روايات مروعة يرويها المعتقلون في سجون الاحتلال والذين أفرج عنهم بعد أشهر من الاعتقال، روايات تؤكد إجرام الاحتلال. قاعدين في مدرسة الفلوج، مدرسة فلسطين، ما يقارب قعدنا شهرين إلى 10 أيام، لحد ما دخلت الدبابة جرفت سور المدرسة من جانبنا ودخلت على مدرستنا، ونزلوا اليهود طلعوا الرجال كلهم جمعوهم على شقة. حينما طلعوا الرجال صفوهم على دبابة كل 5 أشخاص مع بعض ونصبوا كاميرا. من حد ما زعق علي قال لي اطلع ورا الدبابة. طلعت ورا الدبابة، من هان مسكونا جنود 2 طبوا فينا ضرب بالدبش بتاع البواريد بالبواريد اللي معاهم، وربطوا عينينا وكلبشوا ايدينا. هذيك حملونا في شاحنات وودونا على موقع زكيم العسكري. في موقع زكيم العسكري شلحونا اواعينا وقعدونا على شط البحر ما يقارب يوم ونص. خذونا جوا الموقع وكانوا طبوا فينا ضرب وتحقيق. كانوا يوجهونا اتهامات انه اشتراك في 7 اكتوبر وانت حماس وبالشيء هذا، واعدموا ناس هناك. كنا نسمع صوت اطلاق نار ميداني في داخل الموقع. بعد هيك حطونا في وزعونا في كمان غرفه بطون، وكل ساعة كان يدخل علينا 3 أو 4 جنود يطبوا فينا ضرب ويطلعوا، وكانوا معاهم جهاز بسماعة هذا مشغلينه تهديد بالقتل، وهم كانوا يقولوا لنا مصيركم الموت، يعني انتم خلص مصيركم الموت. في ماتوا 2 عندي في نفس المردوان، لدرجة انهم مسكوا ناس كانوا يحملوا ناس اللي ما يقدروا فيهم بلاتين، يحملوهم من البلاتين الخارجي، لان مرضى السكري في المردوان نفسه حوالي 20 مريض، كانوا يدقوهم كل ال20 بسرنجه واحده انسولين. ما كناش متوقعين نروح اصلا من كثر العذاب اللي كنا نشوفه وكثر الوحشيه اللي هم كانوا فيها. طبعا هذا الكلام مش ممكن ينتسى، وانا لليوم يعني الحين لما انا بكون قاعد بفكر في الشباب اللي ضايلين هناك بدعي لهم الله يرحمهم ويتلطف بهم وبحالهم الموجود هالوقت. الآن معنا من غزة مراسل الميادين أكرم دلول. مرحبا بك أكرم، استمعنا إلى هذه الشهادة. هناك شهادات وحالات كثر بالتأكيد ما يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال بالتزامن مع استمرار هذه المجازر والاشتباكات أيضا في مختلف مناطق قطاع غزة. التفاصيل معك. Come on,
أولا محمد، ربما هذه الشهادة تعكس إلى حد كبير ما يتعرض له أكثر من 3000 فلسطيني، منهم نساء وقُصّر، اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي تحديدا من مراكز اللواء من شمال قطاع غزة، اتخذهم دروعا بشرية لحماية جنوده من ضربات المقاومة الفلسطينية، وهذا ما لاحظناه في أكثر من مرة، جردهم من ملابسهم تحت يعني التعذيب، وكذلك في ظل هذه الأجواء الباردة. وبالفعل ما تفضل به هذا الناجي من الإرهاب الإسرائيلي هو يعني أمر حقيقي فيما يتعلق تحديدا بعمليات الإعدام التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد كبير من هؤلاء المعتقلين الذين أخفاهم جيش الاحتلال قصرا باتجاه أماكن لا يعرف عن مصيرهم شيئا. ولكن من خلال روايات شهود العيان الذين تم الإفراج عنهم، هناك حديث عن جرائم حرب مكتملة الأركان يتعرض لها هؤلاء المعتقلون الذين يمنع حتى المرضى منهم من تلقي العلاج. نحن نتحدث عن عصابة دخلت إلى بعض مناطق قطاع غزة، وبعضهم بالمناسبة مستوطنون من الضفة الغربية كما سمعنا من بعض روايات شهود العيان، قالوا أنهم جاءوا لينتقموا لقتل عدد من المستوطنين في الضفة على حساب المدنيين هنا في قطاع غزة. وبالتالي المؤسسات الحقوقية في غزة بشكل شبه يومي تطالب بضرورة الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين والبحث يعني عن ظروف اعتقالهم، لا سيما وأن الاحتلال على المستوى الرسمي من خلال الكنيسة ما زال يقر بعدم يعني إمكانية أن يلتقي هؤلاء المعتقلون بالمحامين من أجل الدفاع عنهم. وبالتالي بالفعل هؤلاء هم يمثلون صندوقا أسودا إنجاز التعبير، يجب الكشف عن تفاصيله بأسرع وقت ممكن، لا سيما وأن الإرهاب الإسرائيلي ما زال يطال الكثيرين منهم دون أن يعرف عن مصيرهم شيئا. عموما بشكل عام العدوان الإسرائيلي في اليوم الخامس بعد المئة على التوالي ما زال على ما هو عليه هنا في قطاع غزة، مزيد من المجازر المتنقلة بين محافظات القطاع سواء في رفح أو خان يونس أو المنطقة الوسطى أو حتى مدينة غزة وشمالها، ولاحظنا أن هذه الغارات تكثفت بشكل واسع وملحوظ على شمال قطاع غزة وكذلك على مدينة غزة. هذه الغارات في العادة تستهدف منازل مأهولة بالسكان والنازحين، أدت في الساعات الماضية بحسب وزارة الصحة إلى استشهاد 142 فلسطيني وإصابة أكثر من 270، وهذا العدد يضاف إلى العدد الكلي لشهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. بالتأكيد نحن أمام مزيد من التغول، تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى أماكن القصف الإسرائيلي تحديدا في مدينة خان يونس التي تتعرض إلى أحزمة نارية وكذلك إلى قصف بالمدفعية يطال كل الأحياء السكنية. هناك يعني استغاثات بالجملة بشأن وجود مصابين يبقون ينزفون لساعات طويلة من دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم. هؤلاء في العادة ما تكون النتيجة استشهادهم على مرأى العالم أجمع، وبالمناسبة هذه يعني هي السياسة الإسرائيلية المتبعة هنا في قطاع غزة في ظل هذا العدوان والعجز والارتباك الإسرائيلي في الميدان. نحن نتحدث عن ضربات نوعية ما زالت تسددها المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال البعيدة كل البعد عن تحقيق أي من أهداف عدوانها. حتى الآن هي لجأت في نهاية المطاف أمام إفلاسها لنبش المقابر في قطاع غزة للبحث عن رفات أو يعني جثامين جنودها القتلى والأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. هذا إنما يعبر عن حالة الإفلاس كما أشرت والعجز، وهم يتحدثون عن يعني إنجازات وهذه الإنجازات تبدو وهمية أمام عظم المقاومة الفلسطينية وصمود هذا الشعب الذي يعاقب بالمناسبة لاحتضانه المقاومة. بالتأكيد نحن نتحدث عن يعني عقاب جماعي يتعرض له كل سكان قطاع غزة سواء في وسط أو جنوب القطاع أو في شمال القطاع، لكن حقيقة الصمود يبدو كبيرا والآمال كلها بأن يوم النصر حتمي وأن كل تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي توج في نهاية المطاف رغم سيل الدم والدمار والخراب بانتصار مؤزر لهؤلاء الفلسطينيين الذين يؤمنون بعدالة قضيتهم والذين بالمناسبة تقطع عنهم إسرائيل اليوم 105 على التوالي الماء والكهرباء وحتى الغذاء.
غذاء، وهؤلاء أضحوا مشردين بعد أن دمرت آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 70% من مباني قطاع غزة. إذن الأوضاع يعني ما زالت متشابكة، يعني متشعبة، متصاعدة أمام ضراوة هذا العدوان الإسرائيلي، ولكن أمل هؤلاء كما أشرت بأن يعني حليفهم سيكون النصر، على اعتبار أنهم مؤمنون بعدالة قضيتهم، ويؤكدون يعني أكثر من ذلك أنهم مستعدون لتقديم المزيد في سبيل الذود عن القبلة الأولى للمسلمين، ألا وهي مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. هكذا بصورة مبسطة محمد يعني نستطيع القول أن الأوضاع تمشي أو تسير على هذه الشاكلة في اليوم الخامس بعد المئة من هذه الحرب الإسرائيلية المدمرة، وكذلك حرب الانتقام التي تشن على الشعب الفلسطيني بنسائه وأطفاله وشيوخه ورجاله على مدار الساعة. شكرا لك حتى الآن الزميل أكرم دلول. نتحول إلى جبهة أخرى، حيث تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض طائرة من دون طيار فوق عكا أطلقت من لبنان عبر البحر، وكانت في طريقها نحو مصنع أمني في منطقة تسمى هكريوت. إلى ذلك استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود الاحتلال في جبل نذر وأصابته مباشرة، كما أصابت المقاومة تجمعا لجنود الاحتلال بين موقعي السماقة والرمثة في مزارع شبع المحتلة بصاروخ بركان وأصابتهم مباشرة، فيما شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على أطراف عدة بلدات حدودية. مباشرة إلى الزميل علي مرتضى مراسل الميادين في جنوب لبنان. علي، ساعات بقيت هذه الجبهة كما وصفتها أنت في رسالات سابقة هادئة، هدوء، حذر، لكن هناك تطورات، المزيد معك. صحيح محمد، يعني حزب الله اليوم كان يرصد جنودا ويريد استهداف هؤلاء الجنود. إذا لاحظت البيانات التي صدرت، ثلاث بيانات تبنى حزب الله فيها عمليات عسكرية، كل هذه البيانات كانت استهدافات لتجمعات جنود، واثنين من هاتين يعني اثنين من هذه العمليات كان باستخدام صواريخ البركان ضد الأفراد، وهذا بحد ذاته يوضح صورة ما كان حزب الله ينوي له في هذا النهار الطويل الذي بدأت به العمليات العسكرية عند الساعة 3 تقريبا من بعد الظهر. رصد حزب الله انتشارا لجنود العدو بين موقعي رمثة والسماقة، جنود العدو في مزارع شبع المحتلة الذين يغادرون هذه المواقع ويحاولون الاحتماء في المناطق الحرجية، يحاولون الاختفاء عن الأنظار من الجهة اللبنانية. تمكن حزب الله بقدراته التي يعني بالفعل نستطيع أن نخمن كيف عرف حزب الله تواجد هؤلاء الجنود وانتشارا في تلك المنطقة، ربما عبر طائرات مسيرة مراقبة، ربما عبر أساليب أخرى، ولكن في الحقيقة أن يستهدف تجمع للجنود بصاروخ بركان، لاسيما أن صاروخ البركان يعني يحتاج إلى إحداثيات دقيقة ليطلق، وصاروخ ثقيل، نتحدث عن 600 كيلوغرام من المتفجرات، أصابت تجمعا للجنود وليس موقعا، هي تهشم الموقع، وقد رأينا ما فعلته بموقع الراهب وغيره من المواقع، فكيف إذا ما أصابت تجمع للجنود؟ وبالتالي كان هذا الهدف الأول لحزب الله. الهدف الثاني أيضا كان تجمعا لجنود في محيط قاعدة خربة ماعر أيضا بصاروخ بركان، وهذا أيضا لافت يجب التوقف عنده. خربة ماعر هو بالأساس يعني هذه القاعدة هي بالأساس مربط مدفعية تطلق مدفعيتها من هناك باتجاه القطاع الغربي وباتجاه الأراضي اللبنانية، ولكن حينما حزب الله يحدد بأن كان هناك تجمع جنود في محيط القاعدة، فبالتالي المستهدف لم يكن مرابط المدفعية بل المستهدف هم الجنود، وبالتالي أيضا بصاروخ بركان 600 كيلوغرام تطير في السماء تسقط على رؤوس هؤلاء، وبالتالي واضح بأن حزب الله جمع استخباريا خلال هذا النهار كل هذه المعلومات واستهدف هؤلاء وأراد يعني أن ينهيهم، أراد أن يقتلهم، وبالتالي من المؤكد بأن هناك العديد من الإصابات في تلك العمليات. أيضا في جبل جبل نذر هو الجبل المقابل لميس الجبل، كنا في النهار قد سلطنا الكاميرا على مستوطنة المنارة، ولكن التوقيت لم يحالفنا الحظ بالتوقيت، وإلا كنا قد رصدنا بالكاميرا هذه العملية، لأن جبل نذر يأتي تقريبا إلى الشرق من مستوطنة المنارة بالقرب من مثلث الطيحات وبالقرب من موقع العاصي، تجمع للجنود هناك، تم استهدافهم بالأسلحة الصاروخية وأصيبوا إصابة مباشرة.
مباشرة. إذن اليوم بكل العمليات التي تبناها حزب الله هو استهدف تجمعات للجنود، وطبعا هذا يحتاج إلى جهد استخباري، إلى رقابة، إلى رصد، إلى انتظار تجمع هؤلاء الجنود إذا كانوا متفرقين في تلك المنطقة، وأخذ القرار بساعة الاستهداف. أما بما خص طبعا العمليات التي لم يتبناها حزب الله، كان هناك إطلاق صالية صاروخية باتجاه الجليل الأعلى، القبة الحديدية تصدت لصاروخين، لم نعلم أين سقطت هذه الصواريخ وأي موقع، لا سيما بأن لم يكن أي جهة، لم تتبنى أي جهة هذه العملية. وكذلك رصدنا في القطاع الغربي نيران مباشرة من لبنان صاروخين تقريبا أطلقوا باتجاه منطقة عرب عرامشة في فلسطين المحتلة. أما بالنسبة لاعتداءات العدو، بسرعة سأختصر، يعني القذائف تنوعت بمختلف البلدات بين القطاع الغربي والأوسط والشرقي. أما الغارات الحربية فقد كان لافتا الغارات الصباحية التي استهدفت أطراف رامية وعيت الشعب، 12 غارة تقريبا استهدفت هذه المنطقة، غارتين أيضا بين كفركلة وعديسي، ليعود العدو بعد ذلك باستهداف أيضا منزل بين عديسي وكفركلة، وبالتالي المجموع يكون 3 غارات بين كفركلة وعديسي وغارة على جبل الباط في محيط عيترون. شكرا جزيلا لك الزميل علي مرتضى مراسل الميادين في جنوب لبنان. والآن إلى الضفة الغربية، حيث شيع أهالي طول كرم الشهداء الذين ارتقوا إثر العدوان العسكري الإسرائيلي على المخيم. وأظهرت المشاهد آثار الدمار الذي ألحقه العدوان بمخيم طول كرم الذي تخللته أعمال تجريف وتخريب لممتلكات الفلسطينيين، وأسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلان. وهذا ولا إيش الدمار، يعني احنا متعودين على الإشي هذا، هم بفتشوا برجعونا من ايام منك بعد، احنا هي اصلا عشتنا يعني، وكل يوم يجي يهدوا دور طول شبابنا ملاه وما يصيرش، هذا كنادر الشباب كلها يعني، وان شاء الله خير والحمد لله. احنا كل ما يساوي هيك شو بيساوي بزياده، بخرب بزياده، بزيد معنوياتنا بزياده الحمد لله. الساعه 7:30 بالليل بلش يفوتوا على المخيم جيش، بدهم يفتشوا الحارات، صاروا يفوتوا على الحارات يا واحد واحد، يفتوا على الحارات 12 جندي مع بعضهم، دمروا دور جيراننا 2، وانا موجود في الدار انا ومرتي وابني واولاد ابني الصغار. طب على الباب، فتحت له الباب، ضوت له الكهرباء، بقول له شو بدك، قال بدي فتش الدار. قلت له فتش الدار مين عندك؟ قلت له عندي اولاد صغار وعندي مرتي وابني ومرت ابني. قال انتوا هسه لازم تطلعوا من البيت، لازم تروحوا على الاردن. بقول له اني اردن؟ قال لازم تروح على الاردن. بقول لي عندك صوره القدس في الدار؟ هذه إنا. قلت له هي مش لكم، هذه إنا. احنا جدلتنا وياه بكره بدنا نضربون حوالي 12 واحد. طلعوا على الطابق الثاني، طبشوا تلفزيونات، طبشوا عفش النوم، كتبوا على الحيطان كاتب اسمه وكاتب انها هذه إنا زي شيلانو 7 اكتوبر. يعني طلع صرف محرش بالقدس ليك سكينة في الدار، بلش يطبش في كبة الصخرة، ما خلاش ولا إشي في الدار. الطبقين الفوقانيات دمار. وفي القدس المحتلة أدى 15,000 فلسطيني فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بسبب قيود الاحتلال. ونشر الجيش الإسرائيلي أعدادا كبيرة من قواته عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى، حيث أقام الحواجز وفتش الفلسطينيين لإعاقة وصولهم إلى المسجد. وأدى المئات الصلاة على الطرقات قرب مداخل البلدة القديمة بسبب القيود الإسرائيلية. الآن مباشرة إلى محلل الشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام. ناصر، يعني الآن خبر عاجل عن استشهاد فتى فلسطيني برصاص مستوطنين في قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله. القتل من قبل جيش الاحتلال بعملياته باقتحام المخيمات والتخريب المتعمد، قتل الفلسطينيين على يد المستوطنين، رسائل التهديد التي تصل بكثرة على الهواتف، وأيضا من خلال حتى طرق الأبواب كما استمعنا أنه أهربوا إلى الأردن. هذه حرب إبادة حقيقية تحدث في الضفة الغربية كذلك، لكن بصورة مختلفة عما هي عليه في قطاع غزة. هنا ماذا تفعل إسرائيل؟ هل فعلا تلعب بالنار وصاعق تفجير يمكن أن يفجر الضفة في أي وقت؟ تحياتي محمد. ربما الحوار الذي دار بين المواطن وبين جنود الاحتلال في طول كرم يمثل القصة كلها، يمثل الرغبة في ترانسفير وطرد الفلسطينيين إلى الأردن، ويمثل الصمود. أولا أريد أن أقول بأنه الضفة جبهة معقدة، معقدة جدا، ليس من السهل تلخيصها لا بكلمة ولا بعبارة ولا بموقف. هناك عدة جوانب، فيها معركة أمنية وفيها معركة عسكرية، قوة جيش وكتائب. وكنا نتحدث قبل 7 أكتوبر عن 25 كتيبة موجودة في الضفة الغربية. نتحدث عن
حرب اقتصادية زراعية. العدوان المستوطنين على الأراضي وعلى زيتون، نتحدث عن معركة سياحية أيضا حول إسرائيل، سرقة السياحة، ونتحدث عن الحصار وعزل المدن الفلسطينية عن بعضها البعض. وفق هذا الجدول نقول أنه في الشهر الرابع لا تزال الضفة الغربية محاصرة مقسمة إلى مدن، حواجز عسكرية تخنق بوابات المدن، كانتونات منفصلة، هناك معركة أمنية كبيرة جدا ملاحقة من جانب الاحتلال لبؤر التصدي، وهذا ما شهده مخيم جنين، بلدة القديمة في نابلس، مخيم بلاطة، مخيم طول كرم، مخيم نور شمس، الاقتحامات المستمرة لمخيمات الجلزون والأمعري والدهيشة والفوار والعروب، يؤكد أنه المخيمات في الضفة الغربية وعددها 21 مخيم هي خزانات العودة التي يخشى منها الإسرائيليون سواء الآن أو بدون الحروب. أما النقطة الثانية فهي محاولة السيطرة. أكثر من مصدر عبري وصحيفة عبرية قالت أن إسرائيل تفقد السيطرة على الضفة الغربية رغم هذا التواجد العسكري، وأسوأ ما فيها هي المعركة الأمنية وتدبير العقول حيث منع العمليات داخل الخط الأخضر أو العمليات التي تقع كما شاهدنا في رعنان مؤخرا. نعم. على كل ما ذكره المواطن رامي مصلح عند الزميل أكرم دلول عن الاعتقالات والمعتقلين وماذا يجري لهم في معسكر زكيم وهم من غزة، لا يحدث منذ أول يوم في الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية. من الضفة الغربية تعرض لكل هذا لدرجة الضرب حتى الموت والتعذيب والتعرية، وكل هذا يؤكد على أنه السياسة الإسرائيلية هي منع الفكرة الأمريكية التي يعلنها بلينكين أو غيره بإقامة دولة فلسطينية. طيب. الآن بالإضافة جبهة، تفضل محمد. عفوا ناصر، لكن فقط نريد أن نعرض هذه الصور للفتى الذي استشهد برصاص المستوطنين في المزرعة الشرقية، الفتى توفيق عجاك، حيث استشهد برصاص المستوطنين في رام الله تحديدا في المزرعة الشرقية. إذن هذه الصور قبل قليل من رام الله، ويعني تبدو في المستشفى لجنازة الشهيد الفتى توفيق عجاك. تفضل ناصر بإكمال الفكرة لو سمحت، وتعقيبا على هذه المشاهد أيضا وهذه الجريمة. بالتأكيد الشرقية مثل غيرها من القرى في رام الله هي ذات جمال رائع ومنتجعات صيفية وطبيعة خلابة وأهلها طيبون، لكن كل هذا هو اعتداءات من جيش الاحتلال تارة ومن المستوطنين تارة أخرى، حولت هذه المناطق إلى خط مواجهة وخط تماس يقتل فيه الأطفال والشبان كل يوم. أردت أن أقول بأن إسرائيل تحاول قتل فكرة الدولة الفلسطينية من خلال الضفة الغربية، يتحدثون عن مستقبل سياسي لغزة بشكل منفصل عن المستقبل للضفة الغربية. نعم. ويتنازل يمين ويمين اليمين حول مستقبل الضفة الغربية، لذلك صمود الفلسطيني في الضفة الغربية على هذه الجبهات المعقدة يأخذ أكثر من طابع. وأنت تتحدث ناصر، يعني هذه كنا نتابع قبل لحظات هذه الصور الأولى. نعم، هذه هي لاستشهاد الفتى توفيق عجاك، وأيضا عندما نقل جثمان الشهيد إلى المستشفى. تأكيد كما نلاحظ يتم استهداف الشبان وهي قرى جبلية في الجبال الداخلية في الضفة الغربية، كما قلنا جميلة رائعة هي تستحق الحياة، لكن قوات الاحتلال حولت كل هذه المناطق وكل قرية على حدة كما سلواد كما غيرها من المناطق إلى خطوط مواجهة يومية. ناصر ابقى معنا رجاء، نريد أيضا أن نسألك حول وثيقة اليوم. والآن إلى وثيقة اليوم. في وثيقة اليوم، الاقتراح العربي لغزة ما بعد الحرب يواجه صعوبات كبيرة، هذا عنوان مقال في موقع بلومبرغ يتحدث عن ترويج 5 دول عربية لتسوية لما بعد الحرب على غزة حصلت على دعم أمريكي وترفضها تل أبيب. يشير المقال إلى أن التقدم في تحقيق التسوية لن يكون ممكنا ما دام ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني في السلطة،
وتتضمن التسوية التي طرحتها السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن بحسب بلومبرغ تدريب الدول العربية القوات الفلسطينية لتمكينها من السيطرة على قطاع غزة، شرط أن تعمل الحكومة الإسرائيلية على إقامة الدولة الفلسطينية. وتضيف بلومبرغ أن دول الخليج نفسها منقسمة حول من ستدعمه ليكون خليفة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. بلومبرغ أوضحت أيضا أن المبادرة العربية جرى نقلها إلى الجانب الإسرائيلي عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يؤدي دور الوساطة، مشيرة إلى مفاوضات مستمرة ومباشرة تجري أيضا بين حكومات الدول العربية ونظيرتها الإسرائيلية. من جديد إليك ناصر، يعني تنشر هذه الصحف الغربية حتى الصحف العبرية الكثير من السيناريوهات وتسميه اليوم الأول بعد هذه الحرب، ما هو الصحيح منها وما هو الديماغوجي منها؟ أو أولا هذه الأفكار كانت تتطاير منذ اليوم الأول، وهي لعمل وسادة تؤمن هبوط الإسرائيلي بعد أن يقع من سلة الأهداف في الحرب على غزة. هذه الوسائد التي تعنى براحة الإسرائيلي وعدم تحطمه وتأمل له هبوط أكثر أمنا تنتشر بقوة هذه الأفكار، لأن هناك خلاف إسرائيلي إسرائيلي. حين لا يكون خلاف إسرائيلي إسرائيلي يتم الابتعاد عنه، حين يكون خلاف إسرائيلي إسرائيلي تبدأ أوروبا والصحف الأوروبية، أمريكا والصحف الأمريكية بنشر كل يوم عدة تقارير تقريبا لتأمين خط دفاع سياسي لإسرائيل، الهدف منه توفير إعادة الإعمار. إعادة الإعمار لقطاع غزة تحتاج قطاع غزة بحسب الخبراء الذين تحدثت معهم $50 مليار فقط من أجل أن تعود للتنفس، من أجل فقط أن يعود جزء من الناس الذين بقوا على قيد الحياة إلى منازلهم وأن يكون هناك شوارع مع بنية تحتية. $50 مليار إسرائيل يجب أن تدفع هذا المبلغ. يتم إدراج اسم العرب، ولا قرار للدول العربية في وقف الحرب ولا في أي شيء، وأي إسرائيلي يستطيع أن يخرج على الهواء يقول أنه لا يكترف برأي أي دولة عربية وعلى رأس مصر والأردن والسعودية والسلطة، لا يكترف أبداً إلا في مسألة دفع المال. هم يريدون إدراج اسم العرب في أي مبادرة قادمة من أجل أن يضمنوا حماية إسرائيل من تدفيعها ثمن إعادة الإعمار. إسرائيل تريد من العرب المال وأن لا يفكروا وأن لا يقرروا، تريد من الفلسطينيين ومن السلطة الفلسطينية أن تكون خطة بديلة وليس على أساس أنها دولة. أعتقد بأنه كل ما نسمعه ديماغوجي، لأنه كل ما نسمعه هو من صحف إسرائيلية أمريكية أوروبية ولم يثبتها أي مصدر عربي، وإن كان فعلا فيها جانب من الصحة فهو إرغام وأجبار من الولايات المتحدة الأمريكية للدول العربية على أن تكون في هذا الدور. محلل الشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام، شكرا جزيلا لك. التحليلية مستمرة لكن بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أكد ممثلو الادعاء في سويسرا تلقي شكاوى جديدة جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. مكتب المدعي العام السويسري قال أنه سيجري فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة، لافتا إلى أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني. وفي تحرك قانوني جديد، قدم كل من تشيلي والمكسيك رسالة إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خطوة تأتي بعد ساعات من تبني البرلمان الأوروبي قرارا بوقف إطلاق النار في غزة وبدعم عمل محكمة لاهاي. تهمة
الجرائم تلاحق الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية، فبعد دعوى جنوب أفريقيا أحالت كل من تشيلي والمكسيك الأوضاع في فلسطين المحتلة على المحكمة الجنائية الدولية. التحرك القانوني الجديد يأتي في وقت بدأت فيه محكمة العدل الدولية النظر في الوثائق المقدمة من قبل دولة جنوب أفريقيا بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. رسالة الإحالة التشيلية المكسيكية تدعو الجنائية الدولية إلى إصدار أمر للكيان الإسرائيلي بوقف عدوانه فوراً على غزة، كما تدعم تحقيقاً آخر يجريه المدعي العام للمحكمة أصلاً فيما يتعلق بالوضع في فلسطين. هل أصبح العالم أكثر جرأة في تسمية الأمور بأسمائها ومواجهة الكيان الإسرائيلي؟ هذا ما تقوله التظاهرات التي تجوب دول العالم بما في ذلك عواصم الأطلسي من واشنطن حتى لندن، دعماً لقطاع غزة وتنديداً بسياسات حكوماتها. لكن النبرة العالية ضد الاحتلال ليست شعبية فحسب، فداخل قبة البرلمان الأوروبي يرفع نواب كثر أصواتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي والحليف الأمريكي. هنا أيضاً صوت البرلمان بأغلبية 312 صوتاً على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكن مع شرطين يدعوان إلى تفكيك حركة حماس والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. قرار البرلمان الأوروبي ليس ملزماً ولا هو يرقى إلى حد توجيه إدانة صريحة للاحتلال إزاء حرب الإبادة التي أزهقت أرواح أكثر من 24 ألفاً حتى الآن. لكن الخطاب الأوروبي بدأ يتميز عن واشنطن في الفترة الأخيرة في مسارات عديدة في المنطقة، لعل أبرزها أخيراً في البحر الأحمر، حيث أعلنت فرنسا مثلاً عدم مشاركتها في القصف الأمريكي البريطاني على اليمن رداً على العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية الداعمة لقطاع غزة. نبدأ مع محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي. مرحبا بك موسى. بنسأل بداية يعني بخصوص ما ذكرناه، ممثلو الادعاء في سويسرا قدموا شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، وهناك يعني من سيتواصل مع وزارة الخارجية على حصانة الشخص المذكور. كيف يفسر أهمية هذا؟ بالإضافة إلى السؤال الأساسي وهو أنه جنوب أفريقيا اليوم المكسيك وتشيلي أيضا يرفعون دعاوى قضائية، هل نحن أمام معادلة علاقات دولية جديدة فعليا؟ بالمحاكمة الدولية ضد جرائم الحرب برفع دعاوى ليس فقط للمدعي العام السويسري الفيدرالي في بيرن، إنما أيضا على مستوى المحاكم أو المدعين العامين في القنصلات السويسرية الثلاثة بيرن، زوريخ وبازل. في هذه على أساس سويسرا كما تعلم هي نظام فيدرالي وهناك محكمة فيدرالية ومحاكم تابعة للقنصلات، إذا هناك مجموعة من الشكاوى والدعاوى رفعت معا أمام هذه المحاكم ضد الرئيس الإسرائيلي الذي شارك في مؤتمر دافوس وكان له كلمة أمس هاجم فيها جنوب أفريقيا واعتبر ما قامت به أنه شائن بسبب توجيه أو رفع الدعوة أمام محكمة العدل الدولية. إذن ما نتابعه اليوم في سويسرا، ما تبعناه في التصريح الذي صدر عن تشيلي والمكسيك خلال الساعات الماضية وقبل ذلك فتحت الباب أمام كل هذه التطورات على الساحة الدولية القضائية جنوب أفريقيا عندما رفعت الدعوة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. إذن بالفعل نحن أمام معادلة جديدة، هناك مجموعات من الدول على سبيل المثال المكسيك وتشيلي تمر بهذه الدول احيانا تحت العباءة الامريكيه واحيانا تتحول الى بحسب الانتخابات الى اليسار، ولكن تعتبر هذه الدول صديقه للولايات المتحده الامريكيه. اليوم ترفع الغطاء، ترفع العباءة الامريكيه وتجرؤ على تقديم الدعوى امام محكمه الجنايات الدوليه. اذا هذا يفسر بالفعل بان الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات في الغرب وتحديدا في دول الاتحاد الأوروبي لم يعد لها الكلمة التي تعتبر فوق الجميع والتي تسيطر على الآراء وعلى المواقف وعلى التحركات، خصوصا بأننا
يعني امام حاله، هناك يعني حاله من الاصرار ان كان على مستوى الراي العام في اوروبا، هذا الراي العام الذي واصل النزول الى الشارع، وغدا سنكون على موعد مع عشرات التظاهرات في اوروبا ولا سيما في ايطاليا، مدن كثيره ستشهد هذه التظاهرات. اذا نحن امام حاله من الانتفاض ان كان على الحكومات الغربيه او على العباءه الامريكيه، ان كان على مستوى تقديم الدعاوى ضد اسرائيل للمره الاولى، نرى هذه الدعاوى تمطر على اسرائيل من كل حد وصوب، وهذه مساله مهمه جدا، ومتابعتها امام المحاكم سيكون لها تداعيات كثيره على العلاقات خصوصا مع اسرائيل. عروة محمود مراسل الميادين، إليك في هافانا، أهمية هذه الخطوة التي يعني تقديم تشيلي والمكسيك هذه الدعوة، كيف يمكن أن تقرأ؟ بكل تأكيد منذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على الشعب الفلسطيني كانت هناك مواقف كبيرة داعمة من أمريكا اللاتينية للشعب الفلسطيني ولقضيته، وهذه المواقف معروفة من قبل دول أمريكا اللاتينية. الأهمية هنا أنها تأتي بالتوازي مع التحقيق الذي تجريه محكمة العدل الدولية في جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، بناء على الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا، والتي كانت دول أمريكا اللاتينية من أوائل الدول الداعمة لهذه الدعوة، منها بوليفيا، المكسيك، كوبا، والبيرو، وفنزويلا. ولكن الأهم في الأمر هو أنه فيما نشهد تنامي المواقف الدولية الداعمة لفلسطين وتوجيه أصابع الاتهام إلى الكيان الإسرائيلي، هناك دول أخرى داعمة كانت داعمة أو داعمة للكيان الصهيوني تتلافى عن الوقوف إلى جانب تل أبيب فيما يتعلق بهذه الدعوات. بالتأكيد هذا سيشجع عدد من الدول الأخرى لتقديم دعوات أخرى وانضمام دول أخرى لدعم الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا، أو اليوم الدعوة التي أو الرسالة الموجهة من تشيلي والمكسيك، وهذا من شأنه تشكيل عامل ضغط على محكمة الجنائية الدولية للتعامل بكل جدية فيما يتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، الأثر الكبير عند أشقائنا الفلسطينيين الذين يناضلون ويستبسلون دفاعا عن أرضهم، وهم يرون الأصوات المؤيدة والداعمة لهم تأتي من أقصى بقاع الأرض، من دول أمريكا اللاتينية التي لا تجمعها معنا لغة أو ثقافة، ولكنها هي دول مقتنعة تماما بعدالة القضية. هذا بحد ذاته سؤال نريد أن نطرحه عليك بعد قليل في الجولة الثانية. الآن إليك محلل الميادين للشؤون الدولية والاستراتيجية منذر سليمان في واشنطن، كيف اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تمارس قوتها الناعمة، وهل فعلا دور الولايات المتحدة في تراجع كبير؟ من الواضح أنه في تراجع، مفهوم القوة الناعمة راجع في التسعينات خلال عهد كلينتون، وكان جوزيف ناي مستشار ومساعد لوزير الدفاع الأمريكي هو الذي كتب حول هذا الأمر، ولاحقا تطور هذا المفهوم ليقول أنه هناك القوة الذكية. القوة الذكية هي التي تجمع بين استخدام القوة الناعمة والقوة الصلبة أو الخشنة، يعني القوة العسكرية والقوة الدبلوماسية الإعلامية السياسية، قوة المثال، قوة الإقناع. الولايات المتحدة عندما تفردت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لفترة وقبل ذلك كانت تراهن على هذه القوة الناعمة المتعددة الجوانب، بمعنى أن هي مركز جذب عالمي، هي مصدر للتقليد على صعيد الثقافة، الموسيقى، الجامعات الأكاديمية الجاذبة، المكان الذي ينتعش فيه الحلم الأمريكي. كل هذه الأمور تتراجع بصورة واضحة الآن، بمعنى أنه صحيح الولايات المتحدة تنتشر سفاراتها في العالم والمراكز الثقافية وتبني علاقات مع منظمات الـ NGO، يعني المدنية، المجتمع المدني، ولكن نلاحظ أنه هذا التراجع بين بانخفاض الاهتمام بتقليد يعني حتى على مستوى الألبسة، على مستوى الموسيقى، على مستوى هوليوود ودورها، كل هذه تتراجع. هناك نوع من انتفاضة عالمية. صحيح هناك جانب علينا الإقرار به،
هو يتعلق بهؤلاء الذين يرغبون في الدخول إلى الولايات المتحدة من دول أمريكا اللاتينية. هؤلاء الحافز لديهم حافز اقتصادي، وليس بالدرجة هو مسؤول عنه الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد خيارات لهم بسبب ما قامت به الولايات المتحدة أصلا من جعل حياتهم صعبة. الآن هذا لا منذر، يؤشر على أن أمريكا لا تزال نقطة الجذب أو قوتها الناعمة لا تزال تفعل. اسمح لنا هنا أن ننتقل إلى الجزائر. سليم بوزيدي، محلل الميادين للشؤون الإقليمية والثقافية، ونسأل في الدورة الحالية لدول عدم أو حركة عدم الانحياز، هناك موقف واضح وقوي بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الحرب الإسرائيلية، حرب الإبادة. ما أهمية ودور هذا الموقف؟ بداية محمد، إذا كانت محكمة العدل الدولية بلاهاي كانت أكبر ساحة لإدانة الكيان الصهيوني قضائيا وحقوقيا، يمكن اعتبار أن قمة كامبالا بأوغندا لدول حركة عدم الانحياز هي أكبر إدانة سياسية للكيان الصهيوني. نحن نتحدث محمد عن أكبر تجمع دولي بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تضم حوالي 120 دولة. صحيح أن إيقاع الخطاب تجاه الكيان الصهيوني متباين بشكل واضح بين دول هي في الحقيقة تتبنى الطرح الفلسطيني القومي العربي بشكل كبير جدا، مثل جنوب إفريقيا وناميبيا ودول أخرى، مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحل الدولتين. لكن لا يوجد أي صوت داخل حركة عدم الانحياز يدعم بأي شكل من الأشكال جرائم الكيان الصهيوني، وبالتالي إسرائيل معزولة، إسرائيل منبوذة، إسرائيل الآن تحاكم سياسيا أمام هذا التجمع الدولي الكبير. أهمية هذا الخطاب وأهمية هذا التجمع في نقطتين رئيسيتين. الأولى أن الدول الداعمة والتي كانت تتماهى مع خطاب المجرم بنيامين نتنياهو باتت هي أيضا معزولة، ولاحظنا تأثير هذا الزخم الدولي الكبير على هذه الدول الداعمة من قبيل فرنسا أو حتى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي. ثانيا، أن الكيان الصهيوني تحديدا أصبح أكثر عزلة أمام المجتمع الدولي، وبالتالي حتى داخل إسرائيل هم يستشعرون أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تقودهم إلى أن تصبح دولة المزعومة، والدولة دولة إسرائيل هي الأكثر كرها والأكثر رفضا من قبل المجتمع الدولي. وهنا هذا الزخم السياسي والدبلوماسي وكذلك الحقوقي يرفع من منسوب متابعة إسرائيل داخل المجتمع الدولي. من جديد إليك موسى عاصي، يعني بعد الدعوة في دافوس اليوم وضد الرئيس الإسرائيلي وأهمية هذه الخطوة، تابعنا أيضا جنوب أفريقيا ذهبت إلى محكمة العدل الدولية وأخذت ذلك المسار. اليوم نتحدث عن المكسيك وتشيلي تذهب إلى محكمة الجنايات الدولية. ما هو الفرق بين المسارين؟ في الواقع بتنا أمام ثلاث مسارات الآن مع الدعوة أو الدعاوى التي قدمت في سويسرا، وهي هو المسار الجديد، مسار المحاكم الوطنية في سويسرا. طبعا بسبب حضور الدعوة قدمت في سويسرا في بيرن وبازل وفي زوريخ، اذا العاصمة الفيدرالية هي بيرن. اذا اعود واكرر ان المسألة اليوم باتت في غاية الأهمية. بتنا امام ثلاث مستويات من العدالة التي تم تقديم دعاوى ضد اسرائيل فيها. المستوى الاول هو محكمة العدل الدولية كما بات معروفا جنوب افريقيا، ومحكمة الجنايات الدولية تشيلي والمكسيك، ومجموعة أو مئات المحامين الدوليين الذين كانوا قد تقدموا قبل شهر أمام محكمة الجنايات بدعاوى إبادة جماعية ضد إسرائيل. واليوم المستوى الثالث وهو مهم جدا في غاية الأهمية، هذا المستوى عندما قامت هذه المجموعة بتقديم الدعاوى في محاكم وطنية، المحاكم السويسرية الوطنية. وبالتالي نكون قد فتحنا بابا جديدا، والمتوقع أن ما حصل اليوم في سويسرا هذه الدعاوى ستنتقل إلى دول أخرى. هذا متوقع وبشكل كبير جدا أن تنتقل مجموعات أخرى في دول أوروبية أخرى لرفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية المحلية من أجل اتهام إسرائيل وقادة إسرائيل بالإبادة الجماعية. على هذا الأساس نكون قد بلغنا يعني كل المستويات من العدالة الدولية التي يمكن أن تطال إسرائيل وتطال قادة الاحتلال. الفرق بين المسارات الثلاثة، مسار جنوب أفريقيا اختير بشكل دقيق جدا وذكي جدا على أساس أن الدولة
دولة ضد دولة، جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ومحكمة العدل الدولية تنظر في القضايا ما بين الدول. إذا محكمة دعوة جنوب أفريقيا هي دعوة عاجلة مؤقتة، ويجب أن يصدر القرار خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأقل للقول بأن إسرائيل لم تمنع الإبادة الجماعية في مجالات محددة، الحصار، القتل، منع المياه ومنع سبل الحياة. أما في محكمة الجنايات فهناك نحاكم الأشخاص، يعني المحامين الدوليين يريدون محاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الاتهامات من رأس الهرم بنيامين نتنياهو وصولا إلى الجنود في جيش الاحتلال الذي مارس الإبادة الجماعية في غزة. أما المحاكم المحلية فهي أيضا يمكن أن تحكم على الأشخاص الدوليين، على بنيامين نتنياهو وغيره، تكون هذه المحاكمة داخلية، ويمكن أن الأخذ بعين الاعتبار بهذه القضايا أو بالقرارات التي تصدر عن هذه المحاكم على المستوى الدولي، كما تبان قضية بينوشي على سبيل المثال. طيب إليك من جديد عروة، وقبل قليل كنت تتحدث بهذا الدعم الكبير في أمريكا اللاتينية دولا، يعني حكومات وشعوب، من أين ينبع هذا الدعم للقضية الفلسطينية البعيدة جغرافيا؟ نعم زميل محمد، هنا على الرغم من البعد الجغرافي لم تكن أمريكا اللاتينية أبدا بشكل عام بعيدة عن القضية الفلسطينية، وخاصة كوبا فهي تتابع عن كثب ولها مواقف مشرفة فيما يتعلق في القضية الفلسطينية. كوبا قطعت علاقاتها بإسرائيل، تلتها فنزويلا، ومؤخرا انضمت إليها عدد من دول أمريكا اللاتينية كبوليفيا وكولومبيا وتشيلي رفضا لحرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وهنا يجب أن نشير أنه بينما يتوجه أنظار العالم العربي إلى الإعلام الغربي ومواقف الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل، يتناسى الكثيرون أن العالم ليس أوروبا والولايات المتحدة فقط. هناك مواقف قوية وحازمة صدرت من عدة دول في أمريكا اللاتينية، كان موقف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وهو تبنى موقف حازم ضد دولة الاحتلال من أقوى المواقف، حيث طرد السفير الإسرائيلي من الأراضي الكولومبية وشبه جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين بالنازية. غوستافو بيترو هو أول رئيس وصل إلى كولومبيا، أول رئيس يساري وصل إلى كولومبيا عام 2022، ولكن مواقف دول أمريكا اللاتينية الداعمة للقضية الفلسطينية تعود تاريخيا للزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو. فيدل كاسترو المعروف بالصديق الكبير لشعب فلسطين، وتعد كوبا أول دولة في القارة الأمريكية تقطع علاقاتها بإسرائيل منذ عام 1973 نصرة لقضية الشعب الفلسطيني، وبعدها فنزويلا بقيادة الزعيم الراحل نيكولا مادورو. ولكن ما يميز هذه المواقف هو الصدق في التعامل مع القضية الفلسطينية، والذي يترجم على أرض الواقع اليوم. رأينا الرسالة الموجهة من المكسيك وتشيلي، وفي السابق رأينا قطع كوبا للعلاقات، أو كوبا وفنزويلا لقطع علاقاتها الكامل مع الكيان الإسرائيلي. حتى البرازيل، ويعني غالبية دول أمريكا اللاتينية فعليا كان لها موقف لافت إلى جانب الشعب الفلسطيني، على أقل تقدير اليسار الواضح والحاكم. نعم، هنا نريد أن نعود إلى واشنطن، إليك منذر لنسأل، هذا الحصار الذي بدت عليه واشنطن لو صح التعبير سياسيا ويعني حتى أخلاقيا نتيجة دعم العدوان بهذا الشكل، هل هنا ستضطر واشنطن ربما إلى إظهار القوة الخشنة؟ يعني قوة النموذج الأمريكي واضح أنها تتراجع، وإضافة إلى ذلك هذا الانقسام الداخلي، الخلافات، القلق والشك والاتهامات المتبادلة حول كل جوانب ما يتعلق بالنظام السياسي وإمكانية شلله، يعني هذا لم يعد جاذبا على المستوى العالمي. قدرة أمريكا على التأثير لنلاحظ للأسف الشديد قدرة القوة الناعمة والإرغام، لأنه هي لا تزال في الوطن العربي، الدول العربية هي الدول التي لا تزال تراعي الموقف الأمريكي. نلاحظ يعني هناك شبه تمرد عالمي واضح بأنه عالم الجنوب، واضح أنه حتى في أوروبا هناك تململ وتحرك، يعني لم نجد أنه البرلمان العربي يتصرف كالبرلمان الأوروبي يعني لهذه الدرجة، رغم أنه صدرت مواقف إيجابية عند البرلمان العربي في اجتماعه. إذن الولايات المتحدة
لم تعد وسائلها الناعمة تنجح، لذلك تلجأ للكشف عن حقيقتها. نعم. بأنه تستخدم القوة الخشنة. ولاحظ المثال اليمني الآن، هي من الأساس إدارة بايدن مثلا كانت تقول بأنها ترغب في إيجاد تسوية للوضع في اليمن، وأن هناك مجاعة وهناك حصار وفك وحقوق إنسان. نجد أنها الآن تعاقب اليمنيين على وقوفهم مع غزة. إذن هي محاصرة شعبيا، محاصرة أخلاقيا، محاصرة عالميا، وفي نفس الوقت أيضا مضطرة إلى أن تستخدم قوتها العسكرية العارية، مما سيزيد في عزلتها ومحاصرتها. سليم بوزيدي، مع الموقف الإيجابي الذي تحدثنا عنه داخل حركة عدم الانحياز ورفض والتصدي لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، مع أنه الشعوب العربية هي حجر عثرة أمام تصفية القضية الفلسطينية، مع هذا الوعي العربي على صعيد الشارع، لكن اليوم دول محترمة مثل جنوب أفريقيا، هذا الموقف من المكسيك، حتى في 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 سويسرا ما تطرق له موسى عاصي ورفع دعوة على الرئيس الإسرائيلي، في الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني، أين الأنظمة العربية والدول العربية من القيام بهذه الواجبات؟ للأسف الشديد كما قلت محمد، ربما أن إذا كان من أكثر المحطات إحراجا وكشفا لترهل وفشل منظومة العمل العربي المشترك بشكل عام، وأيضا كشف حقيقة بعض الأنظمة العربية التي لم تعد فقط لا تدعم القضية الفلسطينية بل أنها تتآمر على الشعب الفلسطيني. عندما نلاحظ محمد في خطابات المشاركين في قمة دول عدم الانحياز، لا أحد في هذه القمة يتحدث على سيناريوهات أو طبخات أو مؤامرات اليوم التالي في غزة، ولا أحد يتحدث على تركيب حكومة أو شكل من الحكم داخل غزة رغم أو فرضها على الشعب الفلسطيني وسكان غزة. كل الخطاب داخل حركة عدم الانحياز يتحدث على في الحد الأدنى على حل الدولتين وفق القرارات الدولية، وبالتالي في الحقيقة نحن أمام لحظة كاشفة، لحظة فرز حقيقية، وكل ما يمضي الحق من هذه المواقف الدولية القوية من خارج المنطقة العربية إلا وبعض الأنظمة العربية تزداد عزلة ونبذا من قبل الشارع العربي. لكن المهم أن نكشف على قضية مهمة جدا، وهي في الحقيقة ليست بعيدة عن تآمر بعض الأنظمة العربية. الهند للأسف الشديد كان لها دور كبير في تخريب مساعي كل من جنوب أفريقيا وناميبيا وأيضا الجزائر في أن تخرج قمة حركة عدم الانحياز بقرار أو على الأقل تبني مفهوم الإبادة الجماعية الصهيونية ضد ضد الشعب الفلسطيني. لكن في الكواليس عملت الهند وسنغافورة بكل قوة على إجهاض هذا المقترح، وتم الوصول إلى تسوية على أن يتم دعم دعوة جنوب إفريقيا داخل محكمة العدل الدولية، لكن عدم تبني مفهوم الإبادة الجماعية على اعتبار أنه مفهوم قانوني وليس مفهوم سياسي. لكن سيكون في البيان الختامي هو أن في حال ما أقرت محكمة العدل الدولية مفهوم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، فإن حركة عدم الانحياز أيضا ستبنى هذا المفهوم. في البيان قمة دول عدم الانحياز يندد بالعدوان الإسرائيلي ويدعو إلى وقف إطلاق النار فورا، كان هذا عاجلا على شاشة الميادين، هذا ما يسمح به الوقت. شكرا جزيلا لكم منذر سليمان، سليم بوزيدي، موسى عاصي وعروة محمود. الشكر موصول لكم مشاهدينا. التحليلية انتهت، في أمان الله.